وهنكون دلوقتي مع الفقرة الفنية ومعانا محمود عباس مساعد المدير الفني لنادي الوحدة السعودي. أهلا بك يا محمود، منورنا ومشرفنا في موقع في الجول. أهلا بك يا حامد، وأهلا بكل متابعينك الكرام. هنبتدي طبعا في الفقرة التحليلية للدوري السعودي والجولة 22 وأهم مباراة وهي مباراة الهلال والاتحاد. عايزين نشوف معاك إيه الحالات، أبرز الحالات الفنية اللي أنت شفتها من وجهة نظرك في المباراة. طبعا هي مباراة من عيار الثقيل، كانت أبرز مباراة موجودة في الجولة الـ 22 ما بين الهلال المتصدر ونادي الاتحاد في المركز الخامس، بيحاول دايما إن هو يعني يقلل الجاب اللي يقرب ما بينه وما بين يقرب ما بينهم فوق شوية. عندنا بعض الحالات المتكررة بالنسبة لنادي الهلال ونادي الاتحاد. هنبدأ الحالات الأولى، نبدأ نادي الهلال. الحالة الأولى عندنا الكرة في حوزة ياسين بونو لاعب نادي الهلال، تمام. بيعمل بروبر بيلد أب، قدامه حلول تمريرية كتيرة جدا، لكن هو بيختار الحل الأصعب واللعب المباشر في عمق الملعب. الكرة بتوصل في عمق الملعب، بتتقطع من نادي الاتحاد، بترتد لنجولو كانتي. كانتي بياخد الكرة، بياخد بالكرة ويتدرج بيها بدون أي مضايقات من لعيبة الوسط أو من اللعيبة المدافعين ليه، وده بيدل ان احيانا بعض ادوار لاعبين وسط الملعب اللي موجودين في نادي الهلال ما بيقدروش ان هم يقدروا مساند دفاعي بشكل كبير. تمام الكرة وصلت للطرف الايمن، اتلعبت الكرة بشكل عرضي، اتلعبت للاعب الاتحاد، اتلعبت الكرة بشكل عرضي، قدر منها نجولو كانتي ان هو يسجل الهدف الاول لنادي الاتحاد في ظل مفاجأة وفي ظل متابعة كبيرة جدا من لعيبة نادي الهلال بدون اي رقابة وبدون اي ضغط. نشوف بقى الحالة الثانية اللي معاك. الحالة الثانية اللي موجودة معانا حالة في الأسلوب الدفاعي لنادي الهلال في الثلث الأخير من الملعب في منطقة جزائه. زي ما احنا شايفين هتلاقي 9 لعيبة موجودين من نادي الهلال مع عدد قليل جدا من لعيبة نادي الاتحاد، لكن في الشكل اللي باين قدامك ان لعيبة الاتحاد متواجدين بدون أي رقابة. يعني أنا بدافع ب9 لعيبة بس عندي لعيبة الاتحاد موجودين بدون أي رقابة، حتى كمان خارج منطقة الجزاء مفيش أي رقابة على اللاعب فيصل الغامدي. هنشوف ان الكرة اتلعبت من الجانب اليمين، اتلعبت بشكل كبير جدا، بشكل سهل وبشكل بسيط على خارج منطقة الجزاء، قدر فيصل الغامدي ان هو يصوب بدون أي رقابة من لعيبة نادي الهلال، وده بيدل ان الهلال اوكي فريق جماعي منظم بيعتمد على الشراسة الهجومية بشكل كبير جدا، لكن عنده بعض المشاكل والانضباط التكتيكي الدفاعي، لأن معظم اللعيبة بتكون في أماكن مختلفة، مفيش انضباط تكتيكي. نشوف الحالة الثالثة على الشاشة قدامنا. اوكي، الحالة الثالثة اللي موجودة دي هجمة، كانت هجمة في اسلوب هجومي لنادي الهلال في الثلث الملعب الاخير لنادي الاتحاد. بنشوف ان نادي الاتحاد قدر ان هو يستخلص الكرة مع نجولو كانتي. كانتي موجود في الثلث الاخير من الملعب، هنلاحظ بتتالي الصور اللي موجودة عندك، نجولو كانتي بيعدي من اللاعب الاول والثاني ويبدأ تتدرج بالكرة لحد ما يوصل لمنطقة وسط الملعب. بنكرر تاني نفس الخطأ بدون اي مضايقات من لعيبة الوسط المدافع. انت قدامك حل من الاثنين، لو الخصم خد منك الكرة تقدر تسوي فاول تكتيكي وتعطل الهجمة، او تقدر انك انت تسترجع. صح، لكن لعيبة نادي الهلال ما قدرتش ان هي تعمل اي حاجة من الحاجتين دول. كانتي قدر بمجهود فردي كبير جدا ان هو يوصل للثلث الاخير من الملعب ويمرر الكورة لزميله اللي هو بيحاول يخترق دفاعات نادي الهلال، وبنكرر نفس المشكلة اللي موجودة في نادي الهلال، خارج منطقة الجزاء دايما مساحة كبيرة فاضية، قدر نقول كانتي ان هو يستلم منه الكات باك، العرضية الكات باك، وقدر ان هو يصوب الكورة، لكن كان سيء الحظ ما دخلتش في المرمى، لكن طبعا كانت هجمة خطيرة جدا على نادي الهلال. نروح بقى لحالات نادي الاتحاد. الحالة الأولى، الحالة الأولى بالنسبة لنادي الاتحاد، أول حالة ضربة ركنية، زي ما احنا شايفين نادي الاتحاد واقف في الضربة الركنية، زي ما أنت شايف في منطقة كبيرة جدا خارج منطقة الجزاء بدون أي رقابة، الاتحاد بيدافع بيه 10 لاعبين، زي ما احنا شايفين زكريا هوساوي اللي متعلم عليه بالعلامة ده، كان زكريا ما بيفكرش في المان اللي موجود معاه اللي هو روبن نيفيز خارج منطقة الجزاء، إنما كان بيفكر في حالة إن هم قطع الكرة إزاي هم يقدروا يتحولوا بالشكل الارتدادي الهجومي السريع. لكن لسوء الحظ الكره وصلت خارج منطقه الجزاء. لما نشوف الفريم اللي بعديه في الصوره هنلاقي ان روبن نيفيز قدر ان هو ياخد الكره بشكل بسيط جدا، زكريا كان بعيد عنه، قدر ان هو يصوب الكره على المرمى، ارتدت من حارس نادي الاتحاد المعيوف، ارتدت للاعب مهاجم نادي الهلال، وقدر ان هو يسجل منها هدف وكان مؤثر، وده يعتبر غلطه فرديه كبيره جدا من زكريا هوساوي ومن اسلوب الدفاع في الضربات الثابته لنادي الاتحاد. دي حقيقه. نروح للحاله الثانيه. الحالة التانية زي ما احنا شايفين الحالة موجودة، فابينيو بيقرر ان هو يعمل عملية ضغط عالي جدا، هو لاعب وسط ملعب، انت بتروح تبرز في اخر نقطة على كوليبالي في الجزء اليمين لنادي الهلال اللي هو الجزء الشمال بتاعك، ضغط غير مبرر، كان المفروض الجناح هو اللي يطلع يعمل الضغط ده، انت فرغت منطقه وسط الملعب بتاعتك من وجودك كلاعب مهم جدا تعمل البالانس موجود والتوازن في وسط الملعب. اوكي، كوليبالي قدر ان هو ياخد الكوره، لعب في المنطقه الفاضيه ان هو قدر ان هم يرتدوا نادي الهلال زي ما احنا شايفين،
هنا برضو بنكرر الغلطه اللي موجوده في التمركز بتاع زكريا هوساوي. زكريا المفروض في الحاله اللي زي دي انا العب 50 50، احاول ابص على المساحه بتاعتي وابص على الخصم بتاعي. بس هي محمود دي غلطة برضه فابينو، ان هو يروح زي ما انت بتقول ان هو يغطي، هو يضغط لقدام كده، ده مش مكانه، هو ما كانش ان هو المفروض هو اللي يروح فعلا. متفق معاك تماما، لكن اوكي اللي حصل حصل، لازم بقيه اللعيبه التانيه تصحح اخطاء. احنا لعبه جماعيه مش لعبه فرديه، انت خدت صحيح. القرار انك انت تعمل البريسنج لوحدك. اوكي طيب الخطه الثانيه البريسنج ده ما نجحش، انا المفروض انا عارف انا بعمل ايه كويس. اوكي الكره وصلت لوسط الملعب، زكريا هوساوي قرر ان هو يروح يعمل بريس على حامل الكره وساب المنطقه بتاعته الوايد اريا اللي موجوده دي، كان فيها اثنين لعيبه من نادي الهلال، كان الوينج موجود وكان الفول باك موجود، قدرت الكره تروح سعود عبد الحميد كمل بيها للداخل، كان في على الجهه الثانيه ما فيش اي رقابه فرديه مزدوجه سواء من الفول باك الباك اليمين او الجناح اللي موجود من نادي الاتحاد، قدر سالم الدرسري ان هو يخترق في عمق بالجري قطري لمنطقه الجزاء، وقدر ان هو يستثمر العرضيه اللي عملها سعود عبد الحميد وكانت هتكون هدف محقق لنادي الهلال. من خطا فردي نتج عن عمليه ضغط غير مبرره ادت الى نتيجه كبيره. هو كل واحد راح في مركز مش مركزه، فبالتالي قدر نشوف الصورة دي. اكيد طبعا عدم التقايد بالمراكز والعشوائيه اللي موجوده داخل الملعب احيانا، اوكي رتم الماتش بيفرض عليك حاجات ومواقف لعب مختلفه، ما تكونش انت متمركز بشكل جيد او مش موجود في مكانك، لكن لازم وانا بعمل الضغط ده احنا لعبه جماعيه. برضه هنا الصوره بتبين قدامك تباعد الخطوط اللي موجود في نادي الاتحاد، المفروض ان انا باجي اعمل البريسنج في وسط ملعب نادي الهلال وانا عارف الهلال بيتدرج بالكره بشكل كويس وعندهم لعيبه كواليتي بتقدر تطلع بالكره كويس، لازم اكون مضيق المساحات بتاعتي بحيث ما قدرتش اطلع بالضغط الاولاني اعمل ريبريسنج تاني، ما قدرتش اعمل ريبريسنج تاني ريبريسنج تالت، ما قدرتش اعمل فاول تكتيكي وارجع اتنظم بشكل كويس. تمام. الحالة اللي بعديها الحاله اللي بعديها زي ما احنا شايفين الكوره مع نادي الهلال في وسط الملعب، بيعملوا عمليه بروبر بيلد اب من منطقه من الزون الثانيه، زي ما احنا شايفين ثلاثه بتوع وسط الملعب موجودين والاثنين المهاجمين سواء كان حمد الله او رومارينيو الاثنين موجودين، ما قدروش ان هم يعملوا عمليه الضغط المباشر على حامل الكوره، لعيبه الهلال تنقلت الكرات بشكل كبير جدا وبشكل سلس وبشكل سهل، نتج عنها ان الكوره كانت راحت على الجانب اليمين من الملعب، زي ما احنا شايفين الاتحاد كان في المنظر ده بيدافع بخمسة ثلاثة اثنين، اوكي كل الفريق تحت الكرة منظمين زي ما احنا شايفين الخطوط متقاربة جدا ما بين نادي الاتحاد، لكن فين المشكلة في اللي موجودة دي؟ الكرة رجعت تاني لكوليبالي، كوليبالي قرر ان هو يلعب اللعب المباشر اللي بيتميز بيه مباشر، الهلال، صح؟ لعب مباشر مميز جدا من منطقة من الزون الثانية، والمهاجمين بتوع نادي الهلال بيعتمدوا على الجري القطري ما بين المساحات في الهاف سبيسز او الوايد سبيسز في ما بين المساحة ما بين السنتر والظهير. وده دايما اسلوب الانحلال في المباريات اللي فاتت، هو دايما يعمل كده، لو حد منظم قدامه دايما على طول بيلعبها الكره الطوليه على طول. هو اسلم حل واقصر طريق للمرمى هو اللعب المباشر، نادي الهلال عارف ان هو دايما بيلعب فيزيكال جيم، بيعتمد على القوه البدنيه واللياقه البدنيه بتاعته العاليه جدا وان اللعيبه بتاعته بتعمل معدلات جري كتير، فهو احيانا بينظم المباراه على اجزاء، بيختار الجزء الكويس اللي هو يقدر يشوف الخصم بدا الريتم البدني بتاعه بيقع يقدر يلعب اللعب المباشر، الخصم لسه بيجري بيلعب استحواذ بيحاول ان هو يخرج الخصم من مناطقه. كوليبالي قدر بكره واحده يلعب الكره ما بين احمد حجازي وما بين اللاعب اللي جنبه، لو ما نيجي تشوف المسافه ما بين احمد حجازي واللاعب اللي جنبه 15 متر، اوكي مسافه مقبوله نوعا ما ما بين ظهير وما بين سنتر، لكن ان اللاعب مهاجم نادي الهلال يقدر يخترق المسافه اللي موجوده ما بين اللاعبين دول يعتمد على ان نادي الاتحاد واقف مش مركزين، كل اللاعب عينيها على الكوره، مفيش حد حاسس بالراجل اللي جاي من ظهره، قدر يستغلها مهاجم نادي الهلال وانفرد بالمرمى لكن تألق المعيوف وابعت كره خطيره جدا على المرمى. في الحلقه الرابعه الكره موجوده في وسط ملعب نادي الهلال، الكره معاه بيعمل البروبر بيلد اب، اوكي الكره بياخدها كوليبالي لاعب ذو جوده عاليه جدا بيعرف يتدرج بالكره عنده القوه البدنيه الرينج باس بتاعه كويس جدا، قدر ان هو ياخد الكره ويدخل بها عمق الملعب ويعمل تمريره زي ما احنا شايفين في الفريم اللي بعديه، كوليبالي موجود ما بين خمس لعيبه، اوكي كوليبالي قدر ان هو ياخد الكره بشكل مباشر ويلعبها داخل منطقه الجزاء، داخل يلعبها للاعب على في الاتجاه الايمن، ولما نشوف الكره في الثلث الاخير من الملعب هنلاقي نفس المشكله اللي بيعاني منها الفرق الكبيره دايما سواء كان هلال اتحاد نصر او الاهلي، دايما خارج منطقه الجزاء بتكون في مساحه كبيره جدا وده بينتج عن ضعف المسانده الدفاعيه الموجوده من لاعبين وسط الملعب، وكان هيقدر يستغلها نادي الهلال ويسجل منها هدف محقق. اخر حاله معانا، اخر حاله موجوده معانا الحاله اللي تميز فيها سافيتش، كره موجوده مع سافيتش في وسط الملعب،
ده يدل ان الهلال دايما بيلعب فيزيكال جيم. سافيتش من اكبر اللاعبين معدل جري في الدوري السعودي كله. الكره موجوده معاه، عدى من نجولو كانتي، استمر ووصل لوسط الملعب، دخل عليه احمد حجازي حاول يعدي منه، لعب الكره بشكل سريع، حاول ياخد الكره من زميله، عمل 1 2 معاه واستلم الكره في الناحيه الشمال، قدر بعد كده ان هو يجري الجري القطر اللي احنا بنتكلم عليه مهاجم نادي الهلال، وقدر ان هو يستغل العرضيه بتاعته ويسجل الهدف الثاني لنادي الهلال، وده الهدف اللي احدث الفارق الكبير وخلى الهلال يركب الجيم على الاتحاد، وهي دي كانت نتيجة المباراة. نروح للمباراة التانية، وأبرز مباراة في الجولة بعد مباراة الهلال والاتحاد كان النصر ونادي الحزم، واللي انتهت بنتيجة 4 أهداف لكل فريق. طبعا مباراة مثيرة جدا، مباراة أفقدت نادي النصر نقطتين ثمينتين في الصراع على اللقب، ووسعت الفارق ما بينه وما بين الهلال. اعتقد ان النصر بدا يفقد حظوظه في المنافسه على لقب الدوري، لكن الامور لسه في المتناول. هنبدا الحاله الاولى، زي ما احنا عارفين طريقه لعب النصر، طريقه دايما النصر بيحاول يبني عن طريق السنتر اليمين عبد الاله العمري، ودايما احنا عارفين عبد الاله العمري مدافع متميز جدا من المدافعين السعوديين المميزين الحقيقة وبيفرق المنتخب السعودي، لكن عنده بعض القرارات الفرديه الخطا. يعني في اللقطه الفريم اللي احنا شايفينه، النصر فتح عرض الملعب باللعيبه بالاثنين فول باكس موجودين والوينجرز بتوعه، لكن هو بيختار الحل الاصعب ان هو يلعب كان قدامه تلس على الشمال، يعني الدنيا سهلة جدا ان هو يقدر يبصر. الدنيا ده فاضيه حقيقة تماما، يقدر يلعب كره قطريه في المساحه صح، الفاضيه، ويخلق زياده عدديه في الناحيه اللي هناك ويعمل هجمه خطيره، لكن قرر ان هو يلعب في عمق الملعب. الكره قطعها نادي الحزم، دور الكره نادي الحزم، عمل بروبر بيلد اب، وهنا تنتج النتيجه اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده معاك، قلنا ان دايما نادي النصر بيعاني على عند الفول، منطقه الفول باكس الاصغيره بتاعته دايما بيكون الخصم دايما حاله 2 على 1، فقدر يستغل نادي الحزم، واعتقد ان كارينو درس نادي النصر بشكل كويس واستغل النقطه دي، دايما كان حاطط 2 لعيبه على الفول باكس بتوع نادي النصر، قدر ان هم يستغلوا الكوره ويتدرجوا بالهجمه ووصلوا بها للثلث الاخير. نشوف بقى على الفريم الاخير اللي موجود في الهجمه، الكره وصلت لداخل منطقه الجزاء، نشوف برضو المساحه اللي خارج منطقه الجزاء اللي بدون اي رقابه من لعيبه الوسط او كبيرة من لعيبه جدا. الخط كبيره جدا، وموجود فيها 3 لعيبه من نادي الحزم، قدر لاعب نادي الحزم ان هو يسدد الكره، لكن سوء الحظ كان طلعت بره، وكانت ممكن تكون هدف محقق تمام. لنادي الحزم. الحالة الثانية الحالة الثانية وهي حالة الضربة الركنية، نادي النصر دايما بيعاني من الضربات الثابتة ويعاني من الضربات الركنية بشكل كبير، بيدافعوا ميكس زون، الناس بس بتدافع. مش غريبة محمود ان هو الفريق بالكامل في منطقة ضربات الجزاء، يعني ما فيش حد لعيب قدام. يعني دلوقتي لو بشوف الحالة وانت بتعرضها، في العشرة موجودين مع الحارس، يعني ال11 موجودين، هل ده طبيعي؟ دايما في تاكتكس الضربات الثابته انت بتعتمد على الخصم هيهاجمك بكام لاعب. اوكي، هل في بعض المدربين بتقول لك انا بحاول ادافع في منطقه زون باثنين زون، ما يهمنيش مين اللي يهاجم، على قدر ان انا عارف ومدرك تماما ان الضربه الثابته دي ضربه خطيره جدا عليا، بس انا لازم تمام استغل بشكل كويس وادافع. نادي النصر بيدافع بكل الفريق زي ما احنا شايفين، في 2 لعيبه عشان خاطر نادي الحزم دايما بيلعب كورنرات قصيره، ففي 2 راحوا يقابلوا الشباب بتوع نادي النصر، وبقيه اللاعبين متمركزين ما بين منطقه الزون ما بين منطقه المان تو مان، لكن نادي النصر اغفل تماما عن القائم الثاني. احنا عارفين دايما من صح، المباراه السابقه ان نادي النصر بيعاني من القائم الثاني، ولسه المشكله مستمره معانا وما كملتش، وده يرجع ويدل ان مدرب نادي الحزم قدر يقرا كويس نادي النصر، وحط اللاعب المحميد المدافع كان موجود خارج منطقه الجزاء وتسلل واثناء لعب الشورت باص وراح على القائم الثاني، وقدر ان هو يسجل نادي الحزم الاول من خطا كبير جدا في التمركز في الحاله الدفاعيه. بس انت شايف ان ده طبيعي ان فريق ما بيجي عليه كورنر مثلا او كرة ثابتة لازم يبقى كل الفرقة موجودة؟ هو هل ده طبيعي؟ بعض المدربين يقول لك انا ادافع بالفريق كله بحيث ان انا ما استقبلش هدف، لان الفرصه بتاعتك انك تستقبل هدف من الضربات الثابته مرتفعه جدا. في بعض المدربين تقول لك لا، انا مش محتاج كل الفريق ان هو يدافع، احاول اخلي لاعب او 2 من الفريق في منطقه وسط الملعب بحيث ان انا اشد لعيبه الخصم، بالظبط ده اللي انا بتكلم عليه. اشد 2 3 منهم في الحاله الدفاعيه، فانا اخفف الضغط عليا. فهي مدارس ما بين المدربين وحسب كل مدرب وتعليماته. تمام. الحالة الثالثة الحاله الثالثه زي ما احنا شايفين في وسط ملعب نادي الحزم، اكثر من 7 لعيبه، من 7 ل8 لعيبه موجودين من نادي النصر، فشلوا ان هم يعملوا الاسلوب الهجومي بشكل كويس، ارتد عليهم نادي الحزم. نشوف الفريم اللي بعديه، الفريم اللي بعديه حاله 4 على 1، 4 من نادي النصر على مهاجم نادي الحزم لوحده، قدر بباص واحد بس لاعب الحزم يودي المهاجم انفراد صريح تماما بالمرمى، وده يدل على المشاكل اللي بيعاني منها نادي النصر في حاله الارتداد الدفاعي. اللعيبه لما بتفقد الكره ما عندهاش بلان واضحه انا هعمل ايه،
اللعيبه دايما بتنسى ان هي قدامها حل الاول، اعمل فاول تكتيكي وارجع اتمركز لو انا مش قادر اعمل البريسنج. تمام اوكي الكره عدت عليا، لازم كل الفرقه عارفه انا هعمل ايه. الكره لو وصلت في الزون دي انا كمدافع المفروض اطلع اوجه اللعبه تطلع على الاطراف بحيث ان انا احمي عمق الملعب بتاعي. لكن قدر نادي الاتحاد ان هو يستغل اخطاء نادي النصر، حصل انفراد من وسط الملعب والكره الحكم حسبها تسلل لكن رجع تاني فيها واتحسبت هدف مؤكد لنادي الحزم، وكان هدف بسبب خطأ في المساندة الدفاعية في التحولات الدفاعية لنادي النصر. آخر حالة معانا. آخر حالة معانا زي ما أنت شايف الفريم اللي قدامك فريم بسيط جدا في الثلث الأخير من الملعب، النصر برضه هي حالة ارتداد دفاعي زي ما احنا شايفين إن نادي النصر بيشكل تفوق عددي على لاعبي نادي الحزم، لكن لاعب نادي الحزم عنده مساحة كبيرة جدا ما بين السنتر والظهير، قدر مهاجم نادي الحزم إن هو يتحرك التحركات القطرية اللي من جاي من ظهر المدافع هو مش شايفه، قدر إن هو يستغل الثرو باس من اللاعب زميله وقدر إن هو ينفرد بالمرمى وكان هيسجل هدف محقق برضه نادي الحزم، وده بيدل إن برضه مدافعين الفرقة كبيرة دايما بتكون عينيها على الكوره مش مهتمه مين اللاعب اللي بيتحرك في الجري القطري، وده كمان يعني اوكي انا كمدافع مش شايف مين اللي جاي ورايا، لكن اللاعب اللي جنبي هو المفروض يوجهني يقول لي خلي بالك مين اللي المفروض يتحرك في المساحه دي، انا المفروض انا كفول باك وشايف ان المهاجم بيتحرك جري قطري خلاص المدافع كده طلع من اللعبه وانا اللي اكمل مع المان بتاعي للاخر، ما سيبش المان بتاعي للمدافع واغرقه. لكن هم بعض اللعيبه عدم التواصل ما بينهم وما بين بعض بيشكل مشاكل بيشكل مشاكل كبيره جدا دفاعيه وبتاثر الى نتائج سلبيه دايما في النهايه. بنشكرك يا محمود ودايما بنستمتع بوجودك معانا. شكرا لك يا حامد وشكرا لكل متابعينك الكرام. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، انتظرونا الحلقه الجايه. سلام.